أسئلة كتير ساعات بشوفها في الجروبات والمنتديات أو القنوات الزراعية أو الجروبات أو الصفحات على الفيس، إن مثلا إن أنا لما أزرع كذا هيطلع كذا أو أزرع كذا هيطلع كذا. يعني مثلا على سبيل المثال لو هزرع جزر هيطلع جزر؟ تعال معايا في الحلقة البسيطة دي هجاوبك على كام سؤال، خليك معايا. طيب مبدئيا هنقول على الجزر، الجزر لو انا زرعته هل هيطلع جزر؟ لا، الجزر لما انا هزرعه هيطلع مجموع خضري وبعدين البذور، البذره هي اللي هاخدها هزرعها عشان تطلع لي الجزر. يعني لو انت حضرتك اخدت على الجزريه ذات نفسها وزرعتها هتطلع لك مجموع خضري فقط لا غير. عشان ساعات بشوف الناس مثلا على صفحات بيقول لك مثلا انا دلوقتي زرعت الجزرايه او قطعت الجزء ده وطلع لي مجموع خضري، فهل انقلها للتربه؟ انقلها زي ما انت عايز، بس هتطلع لك يعني مثلا جزر زينه مش اكتر، لكن لو عايز تطلع منها جزر فهتستنى لحد ما المجموع الخضري يكبر، والمجموع الخضري هيطلع بعدها بذور، البذور دي احنا هناخدها بعدها هنعمل لها عمليه اكسار بالبذره وبعدها هتطلع لي الجزر. ده بالنسبه للجزر. طب التوم لو انا زرعته هل هيطلع توم؟ هيطلع توم. التوم بيتكسر بحاجه اسمها الفصوص، يعني لو انا شلت فص من الفصوص بالمنظر ده اجي ازرعه هيطلع لي راس توم. عكس ايه؟ عكس مين؟ عكس البصل. البصل لو انا زرعته زي ما هو مش هيطلع بصل. البصل لما انا ازرعه هيطلع لي مجموع خضري. يعني شفت الفرق هنا؟ يعني انا دي التوم لو انا هزرعه هيطلع لي توم، بس مش ما ازرعش الراس بقى التوم ذات نفسها، اخد الفصوص اخد الفص عشان يطلع لي راس توم بعد كده. لكن لو انا اخدت البصلايه وزرعتها مش هتطلع لي بصل يا جماعه، البصل هيكبر مجموع خضري فقط لا غير، بعدها هيطلع البذور فوق، البذور اللي هاخدها هي اللي هتطلع لي بصل بعد كده. شفتوا الفرق؟ الجزر لا، الجزر مش هيطلع لي جزر، البصل مش هيطلع لي بصل، هيطلع لي بصل اخضر، لكن لازم عشان اطلع بصل لازم البصل يكبر وبعدين اخد منه البذور بعدها ازرعها. نيجي بقى للبطاطس. البطاطس مثلا برضو لو انا هزرعها هتطلع لي بطاطس؟ هتطلع بطاطس بعد يعني ايه عمليه التنبيت لما تحصل، البطاطس هتطلع لي بطاطس. الطماطم والبطيخ مثلا والخيار لما اجي ازرعهم الحاجات الثمريه هتطلع لي نفس الحاجه. ده بيبقى طريقه التكاثر واختلاف طريقه التكاثر بالبذره والتكاثر الخضري. يعني في الجزر انا مش هينفع اكسره بالطريقه الخضريه اللي هي اقطع جزء منه وازرعه، لا ده لازم يتكاثر بالطريقه البذره او التكاثر الجنسي زي ما بيسموه. دي كانت حلقه بسيطه حبيت ان انا اعرفها لك عن طريقه التكاثر بعض المحاصيل والخضر. اشوفكم على خير، مع السلامة.